بعد سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر، قامت الجماعة الحوثية المسلحة بالاستيلاء على مقدرات الدولة اليمنية، وكان من أهم ما استولت عليه الجماعة الحوثية المسلحة الصواريخ البالستية. دعمت هذه القدرات بوجود خبراء إيرانيين. طبعاً توفر إيران للميليشيات الخبراء العسكريين في مجال التقنية والتدريب والتخطيط، وكذلك التعاون مع حزب الله اللبناني الإرهابي، وهي تحاول السيطرة على من أهم المضايق العالمية، ألا وهو باب المندب، في تحدٍ خطير للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.